تحية طيبة لكم مشاهدينا، أهلا بكم في فقرة جديدة من برنامج بصراحة على المغاربية. تستمر السلطات الجزائرية في نهجها في مواجهة الحراك الشعبي باستعمالها القمع في مواجهة المتظاهرين السلميين، حيث لجأت منذ يوم الأربعاء الماضي إلى اليوم قوات الأمن في خراطة إلى قمع المتظاهرين، ومنعت المواطنين من المشاركة في مسيرة السبت 33 بعد 100 من الحراك. وبالرغم من تمسك الحراكيين بالسلمية إلا أن عناصر الشرطة وقفت في كل طرق المدينة بإنزال أمني مكثف واستعملت العنف المفرط إضافة إلى الاعتقالات. يأتي هذا رغم الإدانات الدولية لوضع الحقوق والحريات في الجزائر، آخرها ما أبدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان الأممية خلال اجتماعها ببعض ممثلي منظمات حقوقية جزائرية عن عميق قلقها واهتمامها الكبير بالملف الجزائري بعد حملة الاعتقالات والسجن لناشطين سلميين، إضافة إلى الرقابة والتضييق الذي يطال الصحافة والصحفيين. وفي المقابل تواصل مجلة الجيش إثارة الجدل بعد ربط كل الأحداث الأخيرة من حرائق وجريمة جمال بن إسماعيل بالعامل الخارجي، وفزعت المؤامرة والأيادي الأجنبية التي تعلق عليها السلطة كل إخفاقاتها وفشلها على جميع المستويات وفي كل القطاعات، وترسم في وسائل إعلامها بأن كل شيء تحت السيطرة ومتحكم فيه في صورة بعيدة عن الواقع المرير الذي يعيشه المواطن يوميا، من ندرة المياه إلى الانقطاع المتكرر للكهرباء وغيرها من الأزمات اليومية التي يعيشها المواطن. أعزائي المشاهدين، نسعد باستقبال اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة على الشاشة والتفاعل معنا في هذه الفقرة وإبداء آرائكم. وقبل استقبال أول اتصال، تابعوا معي هذا الفيديو يظهر احتجاجات مواطني بلدية بوزرعة قبل قليل حول انقطاع المياه لمدة تفوق 8 أيام. السبت 4 سبتمبر، سكان حي الشعبة في بوزرعة يقطعون الطريق 8 أيام بدون ماء. هذه ماشي حيدرة باش يخموا عليها، هاو السكان انتفاضة تاع الشعب تاع السكان تاع بوزرعة، هم غالقين الطريق 8 أيام بدون ماء. اليوم السبت 4 سبتمبر، شوفوا مليح، اشكي ولا ما تشكيش، خلاص اتصل بهم ولا ما اتصلش بهم، هذه ماشي حيدرة. ثمانية أيام بدون ماء، هاو الشعب أغلق الطريق. هذه ماشي حيدرة باش يجيو يخمو عليها. هيا هيا كان هذا الفيديو مساء اليوم من بلدية بوزرعة احتجاجا على قطع المياه. كذلك شاهدوا معي مقتطفات أو فيديو من وقفة الجالية الجزائرية الداعمة للحراك الشعبي في مونتريال. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مجددا، ونستقبل الاتصالات. معنا أول متصل محمد من الحراش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أخ محمد. تحية للجميع الأحرار أينما كانوا في الخارج والداخل. إحنا مشكلة تاعنا أزمات كانت بزاف، وإحنا الحراك انطلق من 2019 باش تكون مدنية ماهيش عسكرية. وهذا الازمه تاع المياه كان ازميه تاع المياه تاع الاكسجين وتاع الكهرباء والبطاله،
والناس راهي تحرق على طريق البوطي على البحار. الشباب راه يعاني من كل ازمات في الجزائر. وهذه المسؤولين فاشلين والفاشل ما يقدرش يكمل. احنا خرجنا في 2019 باش قلنا باش نغيروا النظام. وحنا سرقوا لنا هذه حبي يسرقوا لنا كما سرقوا في 92 حبي يسرقوا حرية الشعب والاستقلال تاع الشعب. وحنا قلنا الاستقلال التام. ما حبي يناوروا وحبي يتقسموا بين الشعب ويديروا أزمة بين الشعب ويديروا فتنة بين الشعب. وحنا رانا ضد الفتنة والشعب راه موحد من الشرق إلى الغرب من الشمال إلى الجنوب. ومناطق القبائل هي عاصمة الجزائر. هي قلب الجزائر. وحنا راه متوحدين وهم راهم يحبوا يديروا فتنة وراحوا لخراطة وخراطة هي أرض الشهداء وعندها تاريخ عظيم. وحنا يا قلنا من 62 لهنا مازال ما ديناش الاستقلال ونحبوا الاستقلال التام. وهذه فرنسا ما راهي تناور باش دير فتنة في الجزائر. هي سبتنا الجزائرية فرنسا. ولازم نديروا الاستقلال والشعب لازم يكون موحد ولازم نخرج الحراك والحراك يستمر باش ندور الاستقلال التام ويكون استقلال العداله التامه ماهوش العداله تاع التليفون. ولازم تكون دوله المؤسسات ودوله الحق والقانون. حنا نحوسوا دوله الحق والقانون والقانون وفوق الجميع وبتطهير الجزائر من الفاسات المفسدين وارتجاع الاموال اللي سرقوها نهبوها عصابه بوتفليقه اكثر من 1000 مليار. واضح اخ محمد واضح اخ محمد شكرا على اتصالك. معنا سعيد من سطيف. الو. اهلا وسهلا سعيد. شوف اخويا انا غادي ندير ملاحظه يعني للمغاربيه. تفضل. شوف كل يوم يعني من قد خطر انا عندي ذوك عامين والله ما طارت ليش بهبرت ديروا يعني كل خطره مشكل على البلاد. ها هو الماء ها هو الغاز ها هو تريسيتي ها هو السرقه ها هو الداو الداو. كاين موضوع انا اللي راك تقولوا باللي هذا النظام راه يخصم الشعب ها خيركم هكذا تقول. انا نقول لك باللي لا يعني موضوع جامي تهضروا عليه وما متعبوا كي يهضر لكم عليه الواحد تدوروا عليه. موضوع السكن ها كيفاش دوله تمد سكن مصور الشعب تمد الواحد سكن واحد ما تمدلوش وعندهم دار اللي دا يبيع الدار تاع فوندوزونشير. انا حاب الناس هذو اللي يدعوا بحقوق الانسان يشكيوا للدوله يقولوا لهم واش راه يدير الدوله؟ تقول لي انا باللي او مهني هذاك غادي يقسم الجزائر بين القبائل والعرب، هذا الدار قسمها دير ربي تحوس تايزي يقسم القبائل وبين العرب، او دار 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 قسمها يا اخي تاعك تاع رزقك يبيعوا لك تاع باسكو هو يدير. انا انا والله كيما نقول لك صاحبي كاينين مصاحبي لازم تهضر كل واحد دارته. وزاد عندي ملاحظه اخرى ثاني خطر هذاك هشام عبود هضر مع هذاك اللي معكم واحد من ثم قال له سعيد سعدي هذاك عطاه الجنرال توفيق فيلا ب 70 مليار قال له او موش هنا نعود انا. كيف انسان اللي يقول لك او سارق وكان مع الدوله واعطاته الدوله ما تهدرش عليهم وتقول له خليه وكونترير تقول له هذاك اذا كان عنده ما كانش هذا الشيء يدافع على روحه يقول ما عنديش. لا نو يفو تهدروا على الحقوق كاينه قداش الحاجه راه بروبليم كبير هذا راهي فتنه كبيره. تبو تفليقه فمه وهدر قال انا كل حد يسولي الانتخابات نطلع للجبل يدير فتنه بين الشعب وبالذات تهضروا غير لكن اخ سعيد ربما ماكش تابع لكن اغلبيه الفئات والملفات العالقه او الملفات الازمات الاجتماعيه من ندره المياه انقطاع الكهرباء وحتى مشكله السكن دائما تحدثوا عليها في برامجنا يعني ماهيش يعني مناش ربما انه يعني تجاهل متعمد او غير ذلك لكن معليش ناخذوا ملاحظتك بعين الاعتبار واذا كان في اي امر ان شاء الله نتطرقوا له ما عندنا حتى شيء يعني محظور على منبر قناه المغاربيه. مسكن مصور الدوله واحد ما يسفلش الاخر يبيع له الدعوه ويدي له بير لارجون دي بير. واضح اخ سعيد شكرا على اتصالك. معنا سعيد من العاصمه.
حياكم الله الاخ رشيد وحيا الشعب الجزائري الحر في داخل وخارج. اهلا وسهلا اخ سعيد. وحيا كل عمال المغاربي. لا تقعدن عن الحراك الى غد فلقد يجيء غد وانت غبار، فالصيد غيرك ان صهرت وان تنم فالصيد انت ولحمك المختار. ايها الشعب الجزائري العظيم، قلناها وسنقولها ونبقى في قولنا أن لا مخرج لهذه الأزمة إلا المثابرة وإكمال الثورة السلمية. الثورة السلمية والحراك الشعبي الوطني وفي الخارج هو السبيل الوحيد لإخراج الجزائر من الظلمات إلى النور. إن خير من تنتخبه القوي الأمين، القوة والأمانة في تسيير شؤون البلد. الرئيس ليكون معين اوتوماتيكمو كما يقولوا، ما راحش يخدم المجتمع وما راحش يخدم الشعب. والدليل على ذلك شوف من الكوفيد نقص الاكسجين، وفي هذه الحرائق ولا طائرة لإخماد الحرائق، وشوف وين وصلنا إلى هذه المشاكل. خويا رشيد، أيها الشعب الجزائري العظيم، إن مخرجكم الوحيد هو تمسككم بوحدتكم الوطنية والتوكل على الله أولا ثم على تماسككم. إن هذا الوطن لازم نتعرف، هذا الوطن فيه مناطق، فيه التوارق وفيه الشلوحة وفيه الشاوية وفيه منطقة القبائل. هذه المنطقة كل واحد منها لازم يكون التكاتف باش نديروا الجبهة الداخلية. أولا نواجهوا بها هذا النظام اللي راه مازال يسير في ألاعبه القديمة ونبقاو سيركوي فيرمي. نقول للشعب الجزائري العظيم، إياكم إياكم في الوقوع في مصيدة هذا النظام الذي يريد أن يدفع هذه الثورة السلمية إلى العمق. نحن أخ سعيد، شكرا سعيد على اتصالك. معنا أبو عبد السلام من سيدي بالعباس. حياكم الله يا أيها الجنود الخفاء. أهلا وسهلا، مرحبا. تحية طاقم المغاربية من الصغير إلى الكبير، وتحية إكرام وإجلال للدياسبورا نتاعنا والحراير والأحرار في الداخل والخارج. ونقولوا دولة مدنية ماشي عسكرية، دولة مدنية ماشي عسكرية، دولة مدنية ماشي عسكرية، حبة من حبة وكريهة من كريه. نقول لجميع الإخوة في الداخل وفي الخارج، هلموا هلموا هلموا، وهذا هو وقت الوحدة، وقت الوحدة واليد في اليد لكي نصلوا إلى المبتغى التي نبحث عنه. لأن هؤلاء كما يقول مثال عندنا في وهران، يقول الأرض الفرفوري ما تجيب الطين والخليع ما يجيش من جديان. هذو اللي راهم يحكموا فينا والله لا شيء لا شيء لا شيء. والحراك لازال حيا لا يموت، وفيه حركات أخرى. ونطلب من إخواني وأخواتي الحرائر والأحرار في الداخل والخارج أن يكونوا على كلمة، على قلب واحد، وعلى كلمة، على كلمة حق. لأن الله تعالى تكلم مع الأمة وخاطبنا وقالنا إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما لأن الظلم ظلمات يوم القيامة لا تظلموا. أحب إن شاء الله أن أذكر إخواني المعتقلين سواء تاع التسعينات ولا سواء إخواننا تاع الحراك، نقول لهم إن شاء الله صبر جميل صبر جميل صبر جميل. قصتهم كما قصة سيدنا أيوب عليه السلام. نطلب ربي إن شاء الله سيأتي الفراج، سيأتي الفراج، نصر من الله وفتح قريب إن شاء الله إن شاء الله. شكرا أبو عبد السلام على اتصالك. معنا السعيد من تيزي وزو. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا اخ سعيد، مرحبا. انا بعد ما كنرد على الناس اللي يقول لك الشعب قال لك روحوا تروحوا، عندكم 60 سنه في الحكم ما كانش صالحه،
يروح يقضي ولا شي يجيو الاخرين يحكموا. درك واحد الليل حد يحرقك في الدار يحرقونا في الدار واش كيما عندك لبن مع هذوما تحرق دراري تحرق الخروف تحرق المال نورمال ما هذا ما سكتوش والله لو كان انا نقول قبل الكل واللي جا جريا كامل الناس ملاح لازم هذه تلحق حتى تطف ايه هادو خداعين عندهم من بوطن موال ما كاينش يشوشيها كي تشوشيها كيف فرحت مهني تولي فرحت مهني تجي كل ما من جال باري يروحوا عندو هنا ما كاينش فرحت مهني وراه فرحت مهني هنايا شكون اللي فرحت فرحت مهني فرحت مهني كان يغني على روحو هذا ما كان يجي الشغل هو حتى واحد ما يناديه تقلقونا فرحت مهني البلاد الحرام ايه خليه قتلوا كان ربي يحاسبكم ولا تعجبوا بالواحد ولا تروحوا كاع لجهنم واحد لما يوقف مع الشاب غير يروح لجهنم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا اخ سعيد على اتصالك معنا بن بريك من تسمسيلت. السلام عليكم، تحياتي لك والى كل المتدخلين. أما فيما يخص النظام الجزائري يستعمل قوته إلا على شعبه. شوف عبد الحميد بن باديس واش خلانا الشعر تاعو، واقلع جذور الخائنين فمنهم كل العطب. يعني أصبحت المعيشة اليوم لا تطاق، يعني ويل للعرب من شر قد اقترب. هذا النظام هذا يبغي نفسه يدي 50 مليون، احنا تخلص 3 ملايين ما عندك باه تشري ما مكياج الاكسجين، الحاله قاع هامله. يعني هادو خدام فرنسا كبرانات فرنسا، احنا الغابه علاش شعلوها؟ كاين اسرار، كاين ناس ما تعرفش دير لي زاناليز، ما تعرفش تدير لي زاناليز. الغابه كان مش غير الغابه كانت نهار اللي قتلوا بن اسماعيل هذاك كانوا رايحين يديروا الثوره على بالك، حرب اهليه، كانت جماعات ارهابيه مسلحه في الغابه ثم، كانوا يستناو غير الشرطه باش تيري في الطلقه التحذيريه ويرابالو كاع، ونص العسكريين اللي في الغابه كروشاج ماتوا بالرصاص. وثاني وهذاك عبد الله محمد تاع اسبانيا مثلا ماتوش اسبانيا، ديروا التحاليل منيح، دار صفقه مع الدوله مقابل امتيازات، وجاب خل الجزائر هنايا. هذا هو التحليل نتاعها. يعني ما نديرش عليهم انا، ما كاش من هذه الدوله اسبانيا اوروبيه تسلم لك اللي طالب لجوء سياسي، تسلم لك واحد اللي طالب لجوء سياسي، هذا دار صفقه مع ليطان. الناس راها ما تاناليزيش مليح. شكرا لكم، تحياتي، صوت المغاربيه يحييكم ويلتقي بكم غدا وكل يوم، وشكرا. بن بريك، يعني بن بريك بارك الله فيك على الاتصال، لكن يعني بن بريك انت شفت هذيك الحاله اللي فيها وكيفاش مكبل وعائلته كيفاش، والارساليه والخطاب تاع الحكومه الاسبانيه السلطات الاسبانيه حول تسليمه او طرده من اسبانيا، واليوم تقول باللي راهو جاي صفقه. ما فهمتش انا التحليل نتاعك هذا كيفاش. شكرا، فقدنا بن بريك، شكرا على اتصالك معنا. معوش من بجايه. الزول تحياتي لك رشيد. الزول مرحبا. تحياتي لزملائك ولكل مواطن ومواطنة داخل وخارج الجزائر. انا اقول للجزائريين داخل من الخارج، خراطة 16 فبراير، خراطة الثورة الشعبية السلمية، خراطة الصمود، تحييكم جميعا، وخراطة لا تقضي عليها الاستفزازات، خراطة تقول لا سيادة ولا سلطة إلا للشعب، وهذا هو مقصدنا. أقول الباطلات والأبطال اللي رفعوا راية الجزائر بين الدول، هذا الجزائر معوش. فقدنا معوش، معنا سفيان من كندا. السلام عليكم. شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا. شكرا، أنا سمع العديد المرات الحصة تاعك هذه، وحصة هايلة بكل صراحة، والناس يعني تاع مستوى يدخلوا. كما دائما الناس تقول الوحدة، نعم الشيء هذا كما يقول لك ضروري في أي بلاد، و
ولكن محتاج نكون عندها أسس. نظن أنها هي تأسست من الأول على أسس خاطئة، وهذا اللي يخلينا دائما كما كنا نتخبطوا في مشاكل بيناتنا، مش فقط يعني كما نقول لك رجل الحكومه ولا حتى في بيناتنا في وسط الشعب، وما كانش يعني النيه، وما كانش كما كانوا كان شويه ديكرات من كل جوانب. باش نقول لك حنا الشعب يعني كما نقول بلد كبير بزاف، اكبر بلد في افريقيا الله يبارك، وعندنا عده قوميات وعده كما نقول لك شعوب في شعب واحد. حنا بلدنا قد تقسم على 20 بلاد، ونحن واش لاحظنا ان الدول يعني الكبار كيما حنايا اللي يقدر كيما تجمع هكذاك الناس في وطن واحد، هو انه عطوا لكل انسان حقوقه. هنا مثلا في كندا وامريكا ولا كيبداو يجمعوا كل ولايه وحدها، وكل انسان مد كيما يقول لك لي كونديسيون تاعو من حيث كيما يقول لك ضمان تاع الحريه تاع الثقافه تاعو، تقرا لوخته في ولايته، كيما يقول لك يستثمر ثروات تاع بلاده. ما تيماجينيش انت انسان تاع تكساس راح يقول لك هذه الدرام تاع الامريكان، ترى وتع تكساس راهي في تكساس وبنوا فيها بلاد وحدها تتسخط. وبالتالي احنا نقول الجزائريين لازم نتفاهموا على امور ابجديه من قبل باش يكونوا متحدين، باش يكونوا القلوب يتفتحوا، وما يكونش حتى كيما نقول لك حوايج كيما نقول لك غامضين بيناتنا. هذا ما كان الناس دارت قال لك المعارضه ديروا اسمها كيما يقول لك حراك، درنا حراك توحدنا وكلش، عاد تشوف عامين ما حبوش يديروا حتى نداء واحد ونسينيو فيه كاع الجبهه الاسلاميه لا فاس لا سيدي. كان امور ما يهضروش عليهم ما يتفهموش عليهم، ما يقول لك الشعب ما يتوحدش. لازم تكون امور تناقش بموضوعيه بكل كما قلت شفافيه باش الواحد يعرف يدي حقه وما يكون والو، كنت تماتيك تكون وحده تاع الصح. شكرا والسلام عليكم. شكرا اخ سفيان على اتصالك معنا. عبد القادر من وهران. الو، السلام عليكم استاذ رشيد. وعليكم السلام، مرحبا. استاذ رشيد، الحكم العسكري يستغل دعم الحكومه للشعب، يعني القاسم المشترك اللي راه بين الشعب والنظام هو الحكومه، والفساد اللي راهنا عايشينه هذا راه كان مقصود وممنهج لكي يطفي شرعيه الانقلاب. علاه النظام كان يتغاضى ويتحاشى المفسدين اللي كانوا يخدموا عنده بدون حساب ولا عقاب، لكي يضمن مرحلة لكي يحسم هو الأمر بحجة ضبط الأمن والاستيلاء على مؤسسات الدولة. فرنسا في زوج قرون تستثمر في العامل البشري، يعني في الطاقة البشرية، تجيب واحدين يخدموا عندها بالعمالة والوظيف، عندما تنتهي عندما يتفطن الشعب تتخلص منهم. لكن عبد القادر، فقدنا عبد القادر، شكرا على اتصالك. معنا ابو زيد من العاصمه. السلام عليكم خويا رشيد. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا اخ ابو زيد. الله يسلمك. دوله مدنيه ماشي عسكريه، والسلام على حرار في الداخل وفي الخارج. يا خوتي ابو ماريا قال لكم المبادره تاع الشجره، روحوا لبورحلة باش تربدوا الشجر، باش نبادروا ان شاء الله في تجوز وبجايه وين البويره والجوايه هذوك وين تحرقت. المهم نقولوا لخوتنا تاع خراطه ما تخافوش عليهم، خاطش تما ان شاء الله من تم اللي يجي الاستقلال. انا قلتها وراني نعاود فيها، هذوك الارض تاع الطيبين تاع المجاهدين كبار وصغار نحييهم ونحيي الاحرار ويروحوا بالسلميه، ما تدخلوش في لعبهم، هذه واحده. والثانيه ان شاء الله راه يسمع فيا لطفي على الرياضيين اللي جاوا واستقبلوهم بواحد الاستقبال ماشي الاستقبال. نقول لك يا ان شاء الله يا خويا رشيد، علاه استقبلوهم هكذاك؟ احنا خاوتنا المغاربه الشعب كيما داروا الاعلام تاع المغاربه والعالم تاع الوطن تاع الجزائر، داروه كيف كيف وفرحوا كيف كيف الهيه في كيما جراو. هذه هي العصابه اللي ما حبتهاش وما استقبلوهمش كيما نقولوا بالورد ولا كذا، وداروا لهم الكيران والاهانه، وهما من بكري ما يحبوش الشعب، من التسعينات ما يحبوش الشعب. خاطر بعداش الشعب حب الفيل كيما نقولوا الجبهه الاسلاميه، ننقاد كسونا بصح حنا تسيناهم
وهذو العصابة هذه تاع فرنسا ولو هي اللي راهي تدبر وراهي تلعب في الكارطة الأخرانية. ونروحوا بالعقل بالعقل، احنا نروحوا بالسلمية، السلاح تاعنا هو السلمية ودولة مدنية مش عسكرية، ويحيوا الأحرار في الداخل وفي الخارج، وتحية الجزائر، والسلام عليكم، وتحية الجزائر، وتحية الجزائر. شكرا أخ بوزيد على اتصالك معنا. حكيم من العاصمة. حكيم سلام بي معكم، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا أخ حكيم، مرحبا. مساء الخير أزول، تحية نضالية سلمية حضارية إلى كل الأحرار في الداخل والخارج. مرحبا. أولا نبدأ التدخل إلى كل المتدخل، إلى كل المتدخلين، تحية نضالية للجميع. يرحم والديكم يا الإخوة، خليونا من لي كومبلو تاع المتدخلين أو التقديس أو التخوين. يعني لما يقترح أي جزائري حر اقتراح ما يبقى دائما نعتبره اقتراح، فلا نخونه، ما علينا فعله عند المعارضة تقديم البديل الأفضل. وأين هي ما تسمى أصلا ما تسمى بالنخبة، حتى وأنني لا أعترف بها، لتهدئة الأوضاع وضبط النفوس والحفاظ على نظافة وسلمية الحراك؟ كان لابد عليهم التدخل هناك في الميدان، يعني في مدينة خراطة، وخاصة في هذه الظروف، وهذا واجب وطني وخاصة في هذه الظروف. يعني نوجه الرسالة إليهم جميعا، وماذا بيا ما تقطعش المكالمة من فضلكم. وشون لي بيرسوناج، مسيو طابو، مسيو لالماس، مسيو بومالا، مسيو بو عقبة، محسن بالعباس، إلي سكريتير تاع لافاس، مسيو بوشاشي، مسيو باضي عبد الغاني، مدام نبيلة عسو، مدام نبيلة اسماعيل، وكل أساتذة الأفاضل المحامين والحقوقيين والسياسيين الذين كانوا ينتظرون حتى تمتلئ شوارع العاصمة، يعني حتى تمتلئ شوارع أردن بالمواطنين، باش يخرجوا يتباهوا ويديروا السلفيات والفيديوهات ويديروا في الإشهارات. للمرة الألف لابد من التنسيق والمرور إلى دبلوماسية الحراك، وتقديم على الأقل ناطقين رسميين لحراكنا المبارك ولو مؤقتين في الداخل والخارج. ومن يعارض الفكرة ما عليه إلا أن يقدم لنا الأفضل أو البديل أو لا يحق له المعارضة. يعني الإنسان كي يعارض فكرة يقدم البديل، إذ لم يكن لديهم البديل ولا بد على السلطة الذهاب إلى الحلول السياسية بدلا من الحلول الأمنية بدون أي تدخل أجنبي في بلادنا، وذلك الذي كنا نتفاداه، يعني لأن المشكل نعتبره دائما مشكل عائلي، ولا بد من الحلول بين كل العائلة الجزائرية في الداخل والخارج. وما بقى لي ما نقول إخواني، الوحدة ثم الوحدة، ونطلب من كل يعني من المدونين أو النشطاء أو الذين يعني لهم صلة بالحراك أن يعني يلتحقوا بمدينة خراطة وفي الميدان لتهدئة الأوضاع في مدينة خراطة وفي أوقاس وفي بني ورتيان وفي كل المناطق الأخرى. تحية نضالية متبادلة. شكرا أخ حكيم على اتصالك. معنا عبد الكريم من بومرداس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا قناة الحرة نورما، قناة الأحرار ماشي قناة الشعب، ولا قناة الأحرار تاعنا خير. لا علينا أخويا، أنا نشوف اللي بصبع الزرق هذوك ما مشي عيطوا بزاف، وقال ويكند ما يخلصوهمش على بها ما عيطوش. لا علينا، حبيت برك نبعث ميساج لتبون مزور، سامح لي والله ما سمعتك، حبيت نبعث ميساج لتبون مزور اللي جابوه العسكر. أنا جامي شتي رئيس جمهورية بلا جمهور يهبط يخدم على 12 يعاود يطلع على 3، هذا رئيس، هذا واش راه يخدم؟ ما فهمناش حنا واش راه يخدم في لا بريزيدونس. لا بريزيدونس هذه أو دايرها للدومين ولا مش عارف واش داير لي زافير. على كل حال وماذا بينا يجبدوا قضية تاع وليدو اللي جاب الغبرة هذاك، يحاسبوه كيما راه يحاسبوا في الشعب، يدخلوهم الحبس بلا ما يديروا والو. وخويا الله يعاونكم وبارك الله فيكم، وإن شاء الله تكملوا هكا ما تحبسوش كاع. شكرا اخ عبد الكريم على اتصالك. معنا جمال من العاصمه. السلام عليكم الاخ رشيد. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا اخ جمال. قلنا ونعاودوها، هادو اللي صار حاكمنا ارهاب، الارهابي ما راحش يحن عليك، ولا اللي ولا احنا الجزائريين وكنلقاونا رجال تاع الصح نقفوا في وجوههم ما يديروش هاد الشيء. مالا الهضره في التيران، اللي حب يحل فمه الهضره في التيران، ماشي تبلبل
اضرب التيره خلاص ولات لي الله غالب خلاص. شكرا اخ جمال على اتصالك معنا. يحيى من سيدي بالعباس. السلام عليكم اخي رشيد. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا اخي يحيى، مرحبا. لا باس الحمد لله. يا اخي شوف، احنا بالنسبه كنا من الناس الاولين في الحراك، ولكن يساوى الحراك باش الحراك الناس ما بقاش الناس ثقه في الحراك. احنا الحراك تاعنا النهار الاول كنا نقولوا العصابات روح، العصابات روح، ومحاربه الفساد وقضاة الجمهوريه حر كل ملفات الفساد. احنا من بعد الناس كانوا خالصين من اذناب العصابه. انا نهضر على ولايه سيدي بالعباس. الاذناب العصابه كانوا خالصين وقاعدوا يبدلوا في الشعارات، وهما اللي وصلوا، وهما اللي وصلوا الانفراق نتاع الحراك. احنا كل الهدف نتاعنا نهار الاول اللي خرجنا عليه كان باين وواضح. من بعد قعدوا الناس، احنا كنا نقولوا الجيش الشعب خاوه خاوه، الجيش خط احمر، الجيش خط احمر، الجيش خاوه خاوه، لا 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 لحكم العصابه لا لحكم ذيك. ومن بعد الناس عاودت ولت ولينا الناس تعاير في الجيش تعاير في ذيك، وقلنا اللي عندها الدليل يتقدم الى العداله. احنا قعدنا غير اخ يحيى، ما كانش واحد، احنا ما سمعناش واحد يطعن في الجيش او يعاير في الجيش. لا كانوا دايرين خطاب واضح للجنرالات اللي يتحكموا في مؤسسة الجيش واللي يتحكموا في النظام بشكل عام، مؤسسات الدولة. لا اسمع لي، اسمح لي يا سي رشيد، اسمح لي سي رشيد. احنا مازال حتى لحد الان الحراك تاعنا رانا دايرين، الحراك تاعنا رانا دايرين القلم ونصيفطوا للعدالة باللي راه. خلينا سي رشيد، سي رشيد راه تضيع لي في وقت يا سي رشيد. تفضل تفضل. شوف سي رشيد، شوف هذه البلاد، هذه البلاد ضحوا عليها باتنا وجدودنا، احنا ولاد الشهداء ولاد المفسدين. شوفوا ما كانش اللي خلص قدنا سواء في التسعينات ولا في حد هذا، حتى لحد الان احنا رانا ضحايا. ولكن اش هو الحراك والتغيير يجي كما راهم يقولوا بعض من الخاوه وهم مشكورين، يجي بالسلميه والثقافه. احنا على بالنا باللي بيقول ان هاللي جا رايح منا قال لهم باللي لا خوف على الجزائر. راني مخلي ولادي الناس يحبوا الجزائر اكثر من يحبوا الجزائريين. احنا على بالنا باللي ولاد فرنسا راهم قاعدين، ولاد الحركه البياعه هما اللي ما راهمش باغيين الامن والاستقرار هذا البلاد. ولكن احنا نقولوا لاخوتنا لازم نديروا الليد في الليد، والشعارات الهدامه ما نهضروش للشعارات الهدامه. كاين الناس اللي فيهم الخير سواء من الامن ولا من الاداره ولكن سواء فئه قليله، وهذه سنه الله في خلقه. لازم يكون الانضباط باذن الله، يكون الانضباط ان شاء الله، والله ينصر الحق على الباطل، والله يطلق سراح المساجين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. من يريد الضر لهذا البلد اللهم اهلكه في نفسه. والسلام عليكم. شكرا اخ يحيى، شكرا على اتصالك معنا. محمد من خميس مليانه. مساء النور خويا رشيد، واش راكم لاباس؟ مساء الخير، مرحبا. ربي يعاونكم خويا رشيد. الله يسلمك ويبارك فيك، طول عمرك. خويا رشيد قطعتي شويه وقتها. تفضل. النقطة الأولى رجع للسيد هذاك اللي يتكلم على محمد عبد الله. أنا نقول له هذا الرجال الأحرار عمرهم ما يديروا صفقة مع النظام المجرم الخاين هذا. الصفقة ما يديروهاش الرجال الأحرار. ما نتهموش الناس. هذا رجل حر، إنسان راجل حر عمره ما يدير صفقة مع نظام مجرم. حنا نتكلموا على السراقين والفاسدين هما اللي يديروا صفقه مع النظام المجرم، وشوارب شاكيب خليل وكثير منهم من السراقين اللي راهم هربوا للخارج وهربوا اول الشعب، وراهم عايشين في القصور وعندهم شركات في اسبانيا وفرنسا وامريكا الى اخره من الدول الاوروبيه والامريكيه. ولكن الرجال الاحرار عمرهم ما يديروا صفقه مع النظام المجرم. وكذلك الخونه والمجرمين الارهابيين خادم الزار والتوفيق وطرطاس وكلهم هذو اللي يديروا صفقه مع النظام المجرم. الرجال الاشاوس عمرهم ما يديروا صفقه، ما نكذبوش على انفسنا. خويا رشيد. نعم. الو. اسمع فيا. نسمع فيك يا اخ محمد. النقطة الثانية. شوف نتكلم عن الناس هذو اللي ترشحوا للانتخابات البرلمانية وكانوا يقولوا بلي عندنا برنامج ويكذبوا على الشعب. هذو منافقين هذو. قال لك انا عندي برنامج وترشحت باسمي انا الخاص. وباسم الحزب تاعو وراه البرنامج تاعك مادام ترشحت
عندك برنامج ولا تكذب تقول عندي برنامج وكي توصل للبرلمان تقول نساند برنامج الرئيس. انت منافق ما لا واش واش من البرنامج تاع الرئيس هذا المصور اللي راك تهضر عليه؟ وين راه هذا البرنامج تاع الرئيس؟ وين راه البرنامج تاعك انت اللي ترشحت به؟ هذو منافقين ما تديروش عليهم. هذو يخدعوا في الشعب هذو الكذابين هذو. شكرا اخ محمد على اتصالك وتفاعل معنا. معنا شريف من العاصمة. السلام عليكم أخ كريم. وعليكم السلام، مرحبا أخ شريف. نشكر سي حكيم من المدنية من صالنبي، مدنية تاريخية ثورية لطروافرير مدني، وخويا جمال من براقي. نشكرهم كثير على المواقف تاعهم الرجولية. الأخ الكريم، السلمية هذه إن أي إنسان ربي عطاه عقل، أنت عندك ربي عقل. وكنت تكافح في التيو اللي كانوا عاطينه المرت بن علي ليلى طرابلسي، يعلم كل الجزائر الفساد اللي منشور في القضاء الجزائري، ماشي قضاء القضاءات حاشاكم. اما ما يخص الرئاسه، الرئاسه هي الفساد بعينه، والجيش لا يتكلم عليه، الجيش راه جيعان كلاو له الجنرالات دراهمو، ذا الاموال تاع الجيش وتاع ولادنا راك شفتهم يحرقوا فيهم في الغابات ولادنا، يجوعوا في اصحاب الشرق والغرب باش يمدوا ولادهم للعصابه هذه. نعطي له ولدي باش يلعب به في المهندو. الجيش لازم يكون محترف من طرف القياده، اذا كانت القياده خاينه للجيش، المؤسسة الجيش ومغتصبه، كيفاش نحترم حاجه مغتصبه من طرف الشعب؟ الشعب الجزائري ما فوطاش على البرلمان، ما فوطاش على الرئيس، ما فوط على والو، وراهو ضد الانتخابات مع العصابة. هذا الواقع. السلمية تستعملها في دولة مدنية ماشي تنظيم إرهابي، تنظيم بالدستور. لازم هادو يخرجوا خارج الدستور، تحب تنحيهم خارج الدستور. من حقك الدفاع عن النفس. شكرا أخ شريف على اتصالك والتفاعل معنا. معنا والناس من باب الزوار. السلام عليكم عبد الرشيد. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا أخو الناس. السلام على أهل الخفجي وورقلة وحسن سعود. مرحبا. وكل جامعات الصحراء. فيما يخص دولة مدنية ماشي عسكرية. فيما يخص سي بوزيد وجماعته وعمي شريف، أحضروا لنا على السجناء الراي، أحضروا لنا على الحراك، بركات من هذو اللي طراطق هذو تاعهم. هادو راهم يعطونا غير في وقتنا والله العظيم، غير كل دقيقه نحسبها. والحراك هذا لازم يكمل، هو ما يخلصش. باش يقول والله ما هو خالص زين. فيما يخص هادو جماعه تاع ورقله، كل يوم كل ثلاثه ينوضوا، الواحدين راهم ينوضوا باش يروحوا يخدموا عند قيود المهني ولا عند الغواطيه ولا عند من يخدموا عند سوتريتونس، عملاء خدامين عندهم باطل. الناس تدير 14 مليون و 15 مليون، هما يعطونهم 4 ملايين ومن بعد يقولوا راك عساس في الباب. نوضوا للحراك، خلينا من الخدمه نتاعهم هذه. ما يدري لا شاء الله الحراك منتم. يحيى صاحب تيزي وزو، يحيى صاحب بلال بعناكره وعين الحمام واي فرحه. السلام عليكم خويا، يا بركه. وعليكم السلام، شكرا اخو الناس على اتصالك. معنا محمد من تيزي وزو. الو السلام عليكم خويا رشيد. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. انا والله غير ديرنييرمون كي مرت تسمى كي كثر المرض تاع كوفيد، كاين بزاف شرطه مرضوا، كاين اللي ما مرضش كاين العائله تاعو مرضوا، يا يماه يا باباه يا خويا. على بالك تداواو لو كان ماشي الشعب اللي كوتيزا باش يشري لوكسيزين، راهم العائله تاعهم بالك كاين بزاف اللي ماتوا. واليوم قلت انايا بيرسونالمون، قلت لو كان تفوت الجائحه هذه كي تفوت ان شاء الله، لا بوليس امبوسيبل يضربوا الشعب. نحن يا الله غالب رانا نشوفهم يقمعوا في الشعب، راهم يضربوا في الشعب على جال 4 دورو باش يحميوا العصابه هذه العميده، لخاطر هذه ماشي عصابه، هذوك عملاء بالادله. وانا بغيت نوجه كلمه يا خويا رشيد، على بالك حنايا لازم نلتفوا حول المشروع، والمشروع هذا اي واحد يعطي مبادره، كاين قنوات العار سواء تخونوه سواء تشوهوه سواء، لخاطر عندهم الاعلام. مي كاين مبادره تاع كيما يقولوا عهد روما هذاك اللي داروه في 95،
جمع كاع الاطياف تاع المجتمع. هذا ما كانش اللي يقدر يخونه، لخاطر كاين بزاف شخصيات وطنيه، كاين بزاف شخصيات ثوريه كما ايت حمد، كما يحيى عبد النور ربي يرحمهم، بزاف من الناس شاركوا فيها وطنيين مجاهدين ما يقدروش يخونوه. وكاع الناس كاع الجزائريين لا بلوبار الاغلبيه الساحقه مع صافي دير لا بلاتفورم هذه. خصنا برك الناس عقلاء، حنا عندنا انشان وحده برك سي بيان المغاربيه، جو لونس ان ابل باش تفهمونا لا بلاتفورم هذه كيفاش دايره، تفسروها لنا شغل نديروا شغل مشروع. وعلى بالي بلي لا بلوبار تاع الجزائريين يتفقوا عليه، وبلا بلاتفورم هذه باش نديوها للامم المتحده. حنا الو وي نسمع فيك اخ محمد. اون بايك لا بلاتفورم هادي اون بو ليكزيجي، لخاطر مشروع تاع الشعب، الشعب هذا. اون بايك نديرو استفتاء على المباشر، نديرو يوم استفتاء اللي قبل لا بلاتفورم هادي اللي ما قبلش لا بلاتفورم هادي. اون بايك الامم هادي قاعد تشوف بلي الشعب الجزائري الصح راه بغى المشروع هذا، والمشروع هذا لا بلوبار تاع الشعب يكون معاه. وهذه انا يا بور موا. واضح اخ محمد، شكرا شكرا على اتصالك اخ محمد. معنا سليم من البليده، تفضل اخ سليم. سليم تسمعني؟ معنا سمير من العاصمة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. الأحرار ربي معانا ما تخافوش، والله ربي معانا. والله نقول للشعب الجزائري عم جابوا لكم التلفزيون كونجوي من البحرين، هاد السمانة دخلتوا التلفزيون كونجوي يا خويا رشيد، عم جابوا التلفزيون كونجوي من البحرين، حاشا النعمة. ونحيي خويا ابراهيم العلامي، نقول ربي معاك ان شاء الله. ونعاود نقول الحكاية تاع 25 جندي اللي ماتوا في بلاد قبائل، ما ماتوش بالنار، ماتوا مقتولين. نعاودها ونكررها. وندور الجمال بالماضي. نقول له يا جمال بالماضي، أنت ما تمثلش الحراك. ونقول دوبل كان لطفي، ما تزكيش الناس، ما تزكيش الناس اللي خلصوا ديك لابي تاعهم 8 مليار. وعلى جمال بالماضي قال اني نمثل الحراك؟ لا لا، راك درتوا له الشهره، درتوا له الشهره اخويا رشيد. لكن كانت عنده مواقف ايجابيه ولقى استحسان كل الجزائريين، وتحدث عن الواقع المر الذي يعيشه قطاع الرياضه، وكان عنده اقل شيء كانت عنده الجراه والشجاعه انه باش ينتقد من داخل هذه المنظومه. صح اخويا رشيد. ما انت ديفوندي تسمى مال محمد تاج دايت، والناس اللي راهم في الحبس هذوك مسكن، والناس اللي ابو مال اللي ضحوا على البلاد هذو في الحراك، اما لا هذوك ما كانوش يضربوا على البلاد. علاه من قال عكس ذلك خويا سمير؟ هاي ديجا هاي الان هي صور المعتقلين محمد تاج دايت وغيرهم من المعتقلين، واليوم هاتي الفقره كلها على الحراك وعن معتقلي الحراك يعني. لكن لازم نقولوا كلمة تحق في حق هذا الرجل. واش من حق؟ انت كاين له واحد اللي يخلص 800 مليون في الشهر، ودراهم يروحوا اورو، ولاد ملبس بهم تجيبوا لي انا اللي يخلص 5 ملايين. انت كاين له يا رشيد. رأيك خويا سمير ويحترم، تفضل. انا بياسر رأيي. الناس يدخل 1800، الناس يتطلب، الناس يدير كريدي عند اليمونتاسيون، بالماضي ما ديش كريدي، ما يديروناش خطابات شبويه. بالماضي انا سميت شحال كاين الاحرار، لازم نوقفوا الاحرار. خلونا مع هذو في خطاب الشباوية، سمعناهم 62، حنا 62 بومدين كان رجعوا لنا اكبر زعيم. قتلنا بالخطابات الشباوية، زيف الاحرار خويا رشيد، خذوا راي نعم الشيطان. تكي ولا كاين الناس انت كانوا يسخريو يا خويا، الناس راهم يسخريو، ما كانش تحمالين في البور الحمالين وحوزوهم. كاين 500,000 شومان كانوا خدامين لاباس بهم حوزوهم. كاين اللي عنده طفل، كاين اللي عنده مراه، كاين على بالك بلي بالجزائر بلي كاين ان سي بروبليم بالجزائر. عباد كاين مراه مع راجل مزوجه، هي عايشه في درهم وهو عايش في درهم، ما يكزيستيش حتى بلاد يا رشيد. لازم تخمم خويا رشيد، لازم نكونوا رجال كيما كانوا جدودنا. واضح خويا سمير، شكرا على اتصالك والتفاعل معنا. معنا علي من جيجل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أخ علي.
صحيتي على صحيتي الرشيد اخوي، مساء الخير ومساء الخير على المتفرجين احرار. مساء النور، مرحبا الرشيد. هاد المغاربيه كشفتهم والله يا الرشيد، اللي حبيت نهضر يا على الاستعمار الفرنسي، كيفاش 132 سنه يا الرشيد وفرنسا مستعمره، استعمرتنا، دخلت قتلت دمرت حركت سركت، ما هادو العباد هادو كيفاه ما شافوش الشهاده؟ كيف يرحم باباك قطعت 18000 تاتا في المتاحف الفرنسيه، 17000 هجرتهم من جزيره لاكاليدوني، 15000 هجرتهم من الترك، المجازير ديدار ريبت 100 جامع، خلات جوج جوامع ربات فيها من حصونه، بدلت الاسماوات تاع الشعب الجزائري، بدلت النكامي، ما كانش اللي عنده جدو في الجزائر، هادو ما كيشوفوش هاد الشيء هذا، والله يا الراشد شوف عاد بربي ان شاء الله هاد الشعارات تاع دوله مدنيه ماشي عسكريه، هادو سيبريمي، دوك بربي ان شاء الله ذاك انا ربي تلك صراحه هاد الشعب هذا ان شاء الله ولينا الشارع، الشعارات دو الجزائر جزائريه ماشي فرنسيه، ندوروا الشعارات يا الرشيد على فرنسا، نديو لي سيكلال، عاد فرنسا حاكمه فينا، عاد فرنسا ما عطاتناش الحريه والديمقراطيه، لازم الشعب غير يخرج ندوروها ديريكت على فرنسا ونبهدلوها بالشعارات، فرنسا وامريكا، الشعارات بالكل على فرنسا وامريكا، نبهدلوا فيهم في الموند. ديك الساعة كيش رواندا البارح دات الاستعمار وطلبت المجازير ودات وعودت لها فرنسا، وحنا 132 سنة قاعدين ساكتين، هادو عمالة هادو هاد النظام هذا الإرهابي عمالة لفرنسا، ما تقدرش تسترجع لهم فرنسا المجازير دي دارت. شكرا أخ علي على اتصالك والتفاعل معنا. معنا السعيد من تيبازا. السلام عليكم يا رشيد. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا اخ سعيد. المهم انا عنصر من الحراك. مرحبا بك. تحيه نضاليه لكل الاحرار والحرائر في الداخل وفي الخارج. باش نرتبط شوي على سمير، باسكو كما قال الاخر بن ماضي انسان نقي نخلوه نقي، ما نخلطوش فيه، الله ينوركم. يا سمير بن ماضي نقي نخلوه نقي. او يخدم في خدمته او مناضل في ميدان واحد اخر. عمرو الا كان انا قال انا مثل الحراك، راه في مناضل في ميدان وحده خلوه ترونكي، الله ينوركم. زيد كاين حاجه وحده، نوجه نداء كلام موجه للنظام الفاسد المستبد هذايا، المستفز الظالم. الحمد لله يا ربي اللي كاين ربي كما يقولوا في السماء، هو الحاكم هو العادل هو القهار. يا والله العظيم غير اقهركم كما راكم تطهروا في الشعب الجزائري، غير ربي سبحانه يسلط عليكم مصيبه غير اقهركم بها، كي تصرى لكم كما صرى لفرعون ونمرود. فرعون غرق مات غرقا في البحر، ونمرود قتلته بعوضه كما يقولوا، لكل فرعون موسى ولكل نمرود بعوضه. والله غير خلصتوها غاليه، وحنا النضال تاعنا مازال مستمر، الحراك مازال مستمر، مهما عملتوا مهما فعلتوا مهما قمعتوا، هذوك الشرطه هذوك يجي نهار وين يدوروا عليكم، الدارك يجي نهار وين يدوروا عليكم، العسكر يجي نهار وين يدوروا عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وتحيه الجزائر. وعليكم السلام. شكرا اخ سعيد على اتصالك. معنا كمال من امريكا. السلام عليكم خويا رشيد، والسلام. وعليكم السلام ورحمه الله وسهلا اخ جمال. الى الغرب انا حاب نرجع كلام نقي ومليح على هذاك السيد سمير اللي يتكلم على بالماضي، نقول له الله يرحم والدي، خليه بالماضي على السياسه، خليه بالماضي لوحده، بالماضي ما سرقش دراهمه، ما جابش الكوكايين، بالماضي خدم على دراهمه، يدي حتى مليار جوج ملاير ولا 20 مليار، هو مسكين خدام على شره، يتعب على الدراهم هذوك ويستهلهم، وجاب شهره ورفد لنا راسنا في العالم. الله يرحم والديكم يا الشعب الجزائري، خلوا بالماضي، بالماضي ما قالكم تدخل مع الحراك، ما قالكم تدخل مع الحكومه، ما قالكم والو، خلوه ترونكيل، الله يرحم والديكم. هذا السمير اللي ما يحبش يفهم، الله يرحم والديك، اذا انت يا الجيروة تاع صح وتفهم، خلي بالماضي الون، خلي بالماضي وحده، خلي بالماضي ما تدناش ليه.
وزيد نتكلم على حاجه واحده اخرى، على الناس المعذورين اللي جاوا البارح قسموا لي قلبي، قطعوا لي قلبي اللي شفتهم امراه مسكينه طبع في روحها باش تطلع في الحافله، قطعوا لي قلبي. اقسم بالله الا كان اي بلاصه ونحطوا دراهم نتعاونوا ونشيلوا لهم ليبيس احنا من عندنا. يا خويا الله يرحم والديهم خلوا بالماضي، ما خلوه ديجا مسكين راه عنده ديبريسيون، عنده لي ماتش واعرين، عنده بزاف المشاكل، خلوه الله يرحم والديك. يا سي سمير، يا سي سمير بالماضي ما جاش دالك دراهم من جيبك او يخدم عليهم، ما داش لي زوتيل سرق دراهم تاع الجزائر ودار لي زوتيل في اوروب ولا دارهم في سويسرا ولا دا دراهم تاع البترول داهم للماريكان. خلوا بالماضي الله يرحم والديكم، الله يرحم والديكم، خلوا بالماضي بعيد على السياسه وبعيد على الشعب تاع الجزائر، الله يرحم والديكم. شكرا اخ كمال على اتصالك. معنا ابو بكر من مغنيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا اخ ابو بكر. بارك الله فيك، حيا الله الاحرار. مرحبا. تحيا قناه المغاربيه، قناه الشعب، قناه الاحرار. أنحني إجلالا وتقديرا للواتي الأخوات فزن بالميداليات الذهبية. أما النظام يحطم كل شيء جميل حتى الرياضة، مؤسف مؤسف جدا. كل الدول تبني نفسها عن طريق الشباب إلا الجزائر تدمر الشباب. حرية لمعتقل التسعينات ولمعتقل الري، ماشي مجرمين إنما عبروا عن رأيهم. أنا حراكي ماشي بوندي، ندافع على بلادي، لن نركع للنظام مهما كان ومهما يكون رغم المؤامرات، وعلى العهد الذي أعطيناه للشعب باقون. سيكتب التاريخ، سيكتب التاريخ أن الشباب زعزع النظام بأكمله. الذين عاتوا في الجزائر فسادا وأوصلوا صوت كل مقهورين إلى العالم. الحراك طورة سلمية يعني التغيير وعدم القبول بالأوضاع الراهنة السياسية والاقتصادية، فيتم تغييرها بطرق سياسية سلمية. الحراك هو امتداد لطورة التحرير، لا يضيع حق وراءه مطالب. ما نعليوش الراية البيضاء، همهم الوحيد تمرير الانتخابات. وراهم عينين رئيس البلدية ونواب المجلس الولائي. الحرية حق في الحرية، أن يكون للإنسان حرية التصرف بإرادته دون منع أو إكراه. لذلك حرم الإسلام كل أنواع الاستعباد. حق في الأمن، فلا يجوز لأي كان تعذيب أو ترهيب أو اعتقال إنسان بدون حق. الحق في التنقل، الإنسان خليفة الله في الأرض، لذلك له الحق في التنقل من مكان إلى آخر، طالبا للرزق أو طالبا للعلم أو هروبا من الظلم، حفاظا عن حياته وحريته. حرية. شكرا أخ أبو بكر على اتصالك والتفاعل معنا. معنا لك حل من تيسم سيلت. مساء الخير أخي الكريم. مساء النور، مرحبا أخي لك. أهلا وسهلا. شوف أخي الكريم، أنا يظهر لي بلي ما كانش إرادة سياسية للتغيير أولا. ثانيا الحراك بالسلمية تاعو وبالمواقف تاعو وبالكفاءة تاعو أعطى درس على كل حال في الخارج ولا في الداخل. بالنسبه للانتخابات احنا شاركنا على كل حال. بالنسبه للبرلمان كان الكاو معناتها تدوير انتخابات 180 درجه. تروح دوك تجي الانتخابات البرلمانيه والبلديه كما يقول لك العام تبع خوه، معناتها ما كاش تغيير، ما كاش اراده سياسيه تاع تغيير. تناقشت مؤخرا مع رئيس حزب، قلت والله حزب معين على كل حال. قال لي استاذ وعلاش ما تدخلش الانتخابات البلديه والولائيه؟ قلت له بصح اسكو تضمن انت ما كاينش تزوير؟ قال لي لا، قال لي احنا قالوا لنا كاين تزوير في الانتخابات البرلمانيه على اساس انه البرنامج تاع النواب هو اللي يمشي معناتها النواب هذول يروحوا لازم يكونوا تابعين للرئيس. اذا ما كاينش جزائر جديده، ما كاينش تغيير، هناك قمع الحريات، انسان حر راه يقول كلمه حق راه يلقى روحه في الحبس. اذا وين راه التغيير؟
نشوطنا في الحراك، الحراك خرجوا الناس متربيين متخلقين غيروا. لو كان ما خرجش الحراك، لو كان مازالوا مازالوا في الحكم الحاشم الثاني تاع بوتفليقة، لو كان مازال عصابة، لو كان مازالوا الناس ينضربوا يبوسوا على كما يقول لك البرنوش يبوسوا في الايدي. والله يجعل الخير. انا بالنسبه لي ما كاينش تغيير اخي الكريم، والسلام عليكم. شكرا اخي لك حل على اتصالك. معنا حسن من تيزي وزو. تفضل اخ حسن. حسن تسمعني؟ حسن تسمعني؟ رجاء اسمعني من من الهاتف، لا تسمعني من التلفزيون اخي احسن. فقدنا حسن. معنا عمر من العاصمة. السلام عليكم أخي رشيد. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أخ عمر. أهلا وسهلا أخي رشيد. تحياتي لإخوتي الثوار في الخارج، الأحرار، وإخوتي في الداخل الثوار الأبطال، وأهلي وإخوتي في الجنوب. أقول لإخوتي في الجنوب، أثبتوا على مطالبكم، فأنتم على حق، ولكم الحق في الشغل والسكن والصحة وكل شيء، هذا حقكم ونحن معكم. أقول لإخوة الثوار في الداخل والخارج، لقد أدى هذا الشعب ما عليه، وفوضنا أمرنا لله عز وجل، لأننا ذقنا مرارة العنف وعرفنا العنف حقا، أن هؤلاء مجرمون، والمجرم مآله وتركه لما فيه سيقتله نفسه بنفسه. هؤلاء مجرمون ونحن عقلاء. وأقول لإخوتي في الداخل، أثبتوا على الحق، هذه الجزائر أمانة لنا جميعا، وقبل أن تكون أمانة لنا فهي أمانة لأبنائنا وأجيالنا القادمة. لا تنسوا هذا، لأن أبناءنا هم الأولى الآن بالجزائر وليس هؤلاء العصابة. نقول لهم خرجنا من أجل دولة الحق والقانون والعدل واسترجاع أموال الشعب المنهوبة، وقد حلف هذا الرئيس الذي عين من هؤلاء من الطغمة العسكرية، وقال أنني سأرجع الأموال، وها هو الآن في عهدته 24 شهرا ولم يجمع ولو فلسا واحدا، ونحن ننتظر أموال الأمة. أقول لشعبي الفاضل، علينا والله، وهذه فكرة وأقولها لأخي الذي تكلم من العاصمة، لي مبادرة أن نفتح حقيقة ونبين لهؤلاء أن الثوار في الميدان لهم عقل، ولنا دولة في رؤوسنا وهي مبنية، وإن سقطوا اليوم فستبنى الجزائر الغد. شكرا أخ عمر على اتصالك والتفاعل معنا في هذه الفقرة. معنا حسن من الأربعاء نثيرة. ألو الزول لون. الزول مرحبا حسن. السلام عليكم خويا رشيد، كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. أحسن، فقدنا أحسن. معنا عبد الناصر من البليدة. خويا رشيد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، مرحبا أخ. من فضلك نرد على أخونا ذاك سمير اللي اتصل بالجزائر العاصمة، على أخونا بالماضي. أنا في الحقيقة خاطيني الرياضة، بصح ماشي حق علي يتدخل هكاك ويهدر على إنسان، هدر الصراحة. ولا لا أخونا رشيد؟ أعطى رأيه، ولكن احنا أنا رديت عليه في هذا الموضوع. بارك الله فيك، كان يهدر على نفس المسؤولين اللي نهبوا الاموال للجزائر واللي دارونا في هذه الكارثه. السيد هدر الحقيقه، السيد ما لاقش به الحال هكاك، ما يلزمش يهدر هكاك يا اخي، يا ولا ينتقد السلطات، ما ينتقدش اخونا بالماضي. هكا اخونا رشيد. نعم. ايه
واحنا ان شاء الله الحراك هذا ان شاء الله مستمر ان شاء الله، وان شاء الله كما يقولوا صبرا جميل، ونروحوا حبه حبه، وان شاء الله كما يقول لك ان الله لا يضيع اجر المحسنين. وهذه الدولارية تتخبط هكا بالعاني حبه تدخلنا في المتاهي هكا، احنا ان شاء الله نروحوا معهم وحده وحده، فهمت كذا؟ وان شاء الله عندنا ناس اللي نفوقوا فيهم، وعندنا رجال وغير هذو اللي يروحوا كي طال الزمن او قصر، غير هذو ان شاء الله اللي يروح مساله وقت، ونقولوا للحراكيين والناس الوطنيين صبرا جابين ان شاء الله. شكرا اخ عبد الناصر على اتصالك. معنا محمد من العاصمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أخ محمد، مرحبا. شكرا لباسنا. الحمد لله ربي يحفظك. أشكون معايا شكون؟ تفضل أنت على المباشر على قناة المغاربية. أكراكم لباس. الحمد لله ربي يحفظك أخ محمد، تفضل. نشكر الشيخ علي بالحاج ونشكر المغاربي ويحيى يحيى وقفايا يحيى تحياتي زيوز. يا والبرج تهلا فرحكم. شكرا محمد على اتصالك. معنا علي من العاصمة كذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا أخ علي. نشكر الدولة الجزائرية لغلقت الحدود مع المغرب لهذه الأسباب، الحمد لله دروك. وعلاش الحدود هي تغلقت غير اليوم؟ عندها 27 سنه هي مغلوقه الحدود. لا بصح هذه المره جهدوا رواحهم وغلقوا كل شيء. بالك بكري كان شويه ساكتين، شويه يخلوا الشعب يدير تراباندو. سوا كيف هو اللي هلكنا، دونك اليوم الدولار على بالها وين راحت؟ راحت بلعت. لكن الان الدوله ما وزاره الخارجيه والسلطه في الجزائر في مبرراتها لقطع العلاقات مع المغرب ما قالتش بلي راهو الكيف يجينا من المغرب، قالت كلام واحد اخر. الكيف راه يجي من العالم كاع، راه يمدوا للعالم كما دار. قالت بلي راه المغرب عندها ارتباط مع حركه رشاد ومع حركه الماك، وهما اللي حرقوا البلاد وهما اللي قتلوا جمال بن اسماعيل. مانيش عارف انت المبررات هذه دخلت راسك ولا ماكش مقتنع بها. اسمح لي اخي رشيد. نعم. هذه رشاد وهذه احنا ب 62 وحنا شفنا هذو لي زوبوزون كاع هربوا للخارج وكاع ماتوا. ما كاش واحد منهم اللي نجح. هذه وحده. ثانيا اللي بغى يدير السياسه ما يروحش شق البحر ويقعد هاو 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 هاو. خصه يدخل للجزائر ويدير ان اغريمون ويمارس السياسه. واليوم الدولة تاع الجزائرية لكن خويا علي معليش نتفاعل معاك، لكن فضل. الناس هذوما اللي قلت انت باللي راهم خارج الجزائر وراهم يتكلموا فضل. يعني لو انهم في الجزائر يعني ما نروحوش بعيد، امثالهم اللي راهم في الجزائر وتكلموا بحرية، هل هما بقاوا احرار وما همش يعانوا من التضييق والقمع والسجن والرقابة القضائية فقط لانهم عبروا عن رأيهم؟ والان راكت كما شفت عندنا العشرات او المئات في 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 السجون بسبب التعبير عن رايهم. ترك تهضر على الناس تاع الريبيليون. هذوك سيدي جون سيدي روبال اللي الدوله تاع الجزائر يتحكمهم دخلهم الحبس. بار كونت هذا رغم يديروا السياسه بالقانون ما كان حتى واحد من الجزائريين. الدوله تاع الجزائر راحت لها قالت لها تهضر هاك ولا تقول هاك ولا. الجزائر قادر الانسان اللي يدير سياسه بالقانون، وتقادر الناس اللي يفوندو لا ريبيليون، سي نورمال الدوله ترفدهم. القانون هذا وهذوك اللي هم في الخارج سي با لا ريبيليون. يعني انت تشوف الان اللي يعبر عن رايه ولا يخرج للشارع باش يتظاهر في اطار الحقوق المكفوله في الدستور، وحتى الدستور اللي كان جل الشعب رافضه هو يقر بحق الشعب او المواطن في حريه التظاهر وحريه التعبير، لكن عندما يخرج ربما حتى خمس مواطنين الاحتجاج ماهوش احتجاج سياسي وانما يحتجوا فقط على مشاكل اجتماعيه، على ازمه المياه، على سكن، يلقوا ارواحهم مكبلين داخل مخافر الشرطه. سي رشيد. نعم. كاع اللي بغى يمارس السياسه في الجزائر يدرس ملف يحطه في وزارة الداخلية ويعطوه قال راه مارس على روحك. لكن انت رايك هل انت في رايك
هذه الأحزاب المعتمدة الآن هي حقيقة أحزاب معارضة وتعبر عن رأي، أقل شيء تعبر عن رأي أو ربما تعبر عن شعارات اللي رفعها الحراك منذ 22 من فبراير. الأحزاب قاعد يتكلموا، عندك الأحزاب كما تاع زيد زيد وكما تاع لا، رجاء أخ علي هنا يتكلم باحترام، أذكر الاسم كل شيء بمسمياتها، لكن احنا الآن رانا نتناقش وناقشني رجاء بالفكرة، ما نجي نتهكم ولا نعايره في الناس. أخ علي أعطيتك الفرصة والمنبر هذا مفتوح باش تعطي رأيك بكل أريحية، اتفقت مع خط القناة، اتفقت مع المتصلين الآخرين، ما اتفقتش معهم هذا رأيك ونحترم الرأي نتاعك. الآن ألا ترى أنه الكثير من الذين كما قلت أنهم حبوا يطلبوا أو قدموا على طلب الاعتماد لأحزاب باش يشتغلوا أو يناضلوا أو يمارسوا السياسة في إطار القانون، وكثير منهم تم رفض طلباتهم فقط لأنهم عندهم فكر ربما قريب جدا من الأفكار التي يحملها غالبية الحراكيين. 62 ما داروا والو يا سي علي، ما يديروش وما يديروش الجيش، امبوسيبل. شكرا على اتصالك أخ علي. معنا عبد السلام من سطيف. ألو، السلام عليكم. أهلا وسهلا أخ عبد السلام، مرحبا. الأخ رشيد، السلام عليكم وعلى كل المشاهدين. وعليكم السلام. خويا بالصدفة برك راني سمعت واحد يهدر على جمال بالماضي. أظنه من الجزائر العاصمة، من الجزائر، كاتمين الجزائر، اسمه سميع. فقط حبيت نعبر باللي احنا ما نهدروش على الرجل المناسب في المكان المناسب، ما نهدروش على الرجل اللي يكون ناجح في العمل تاعو ومد نتائج مليحه. احنا نهدروا على المؤسسات تاع الدوله، المؤسسات تاع الدوله لازم تكون قائمه، كاين نقائص كبيره راهي في المؤسسات. احنا رانا مع الدوله والناس اللي كانت تغلط لازم تسلك، الناس اللي حرقت المقرات تاع الدوائر وما سلكوش كانوا يحرقوا فيها، وتربى جيل يحرق فنادق الاقتراع وما سلكوش، يحرقوا في المقر البلديات وما سلكوش، يحرقوا في يخرجوا يديروا مظاهرات ويقولوا رانا سلميه، هم بعد تجي كاش انتخابات يحرقوا المراكز تاع الانتخاب وما يسلكوش. حنا نقولوا للدوله لازم اللي يغلط يسلك. هذا ما كان يا اخويا رشيد. شكرا أخ عبد السلام على اتصالك. معنا زهيرة من فرنسا. وي السلام عليكم رشيد خويا. وعليكم السلام، مرحبا أخت زهيرة. مرحبا يسلمك بك. أهلا بك، مرحبا بك التوسي، الله يسلمك، الله يعيشك، الله يحفظك، طول عمرك. مرحبا بكم خويا وفرحانين بكم، وحنا نشتيوكم خويا كما خوتنا، راكم خوتنا وحنا خوتكم. ربي يحفظك طول عمرك. وحنا الجزائريين كلهم خوت بعضنا، الحراكيين اللي احنا رانا حراكيين نفرحوا بعضنا ونقدروا بعضنا، والقدر مطلوب والقدر ماشي حشمه وبعيد، ماشي حرام، هو حرام كي نظلموا بعضنا. وهذا الظلم ان شاء الله نطلبوا ربي يا رشيد خويا ينحي علينا هذا ربي الظلم وهذا الوباء والبلاء، وينحي علينا يعني الظلمات هذه اللي راهي الناس مساكن. وهذاك الراجل يهدر لك على هذا محمد خونا اللي راه مسكين في السجن، يقول لك راه معاهم، وراه هو كان جا معاهم مسكين، ما راحش لسبان، هو شاف الظلم في بلاده، ما حبش يحقر ولاد بلاده، ما حبش يحقر الجزائر، ما حبش، شاف الحقره خرجوا عليكم، خرجوا خلوا لكم البلاد مساكن، قالوا لكم واش قدمتوا فيها؟ ما قدمتوا فيها والو، حتى مساكن هذوك اللي زندكابي منكم دايرين لهم والو، هذوك المعوقين جابوا لكم الميداي دور، ما جابوهمش ولادكم مش قاريين، يتبون عيب عليك. في الحقيقة تخرجوا تقابلهم وتعزهم وتكرمهم، في الحقيقة تكرموهم. مساكن علاش حاقريننا وحاقرينهم، حاقرين اللي يمشي، حاقرين اللي يقول على الحق، حاقر يعني انتم عباد وحنا عباد، علاش الحقرة هذه؟ قدموا شوي الجزائر وقدموا رواحكم
ولادكم سراقين وانتم سراقين. يا وحد العصابة جيتوا للجزائر حفيانين وعريانين، كليتوا خيرات الجزائر ولا شبعتوا؟ هل شبعوا شوية طلقوها للجزائريين؟ خليوا الجزائر، خليوا الشبيبة تبني الجزائر وتطلعها وتتطور الجزائر وتتنور، خليوها يديروا الصناعة. علاش راكم غير مع فرنسا ومع اليوروب؟ وهذاك الراجل يقول لك ها وهذا ما هو شيء، هذا ومعاهم وهذا ماشي مسكين معاهم، كون معاهم لو كان قبل الشيء اللي عرضوها عليه، عرضوا عليه الفيلات، عرضوا عليه الطوموبيلات، عرضوا ليه ماشي قادر يدير كيفهم، ماشي قادر يسرق كيفهم، هو خلاها لهم، هو هدر الحق، هو جابهم مسكين مسلسل، جابهم مسلسل ومرفوع الراس. وهذوك اللي جابوهم وقالوا قاتلين جابوهم مش مسلسلين، علاش ما جبتوهمش مسلسلين؟ يا اخي القاتل اللي تجيبوهم سلسل تحضروا فيهم من اللي كاميونات كيما الغلم اه، وتقولوا هذو قاتلين. القاتل اللي يجي مسلسل من كرعيه من يديه حتى رقبته. ومحمد اللي ما دار والو مسكين، اللي هدر على الحق ويضرب على بلاده ويضرب على الجزائر، قلت تسجنوه. اخت زهيره، اخت زهيره فقط يعني فقط حبيت نسالك، الاخ علي اتصل مع شارك معنا واتصل بنا من العاصمه وقال انتم اللي راكم تتكلموا من الخارج وفقط غير من الخارج وتعارضوا من الخارج، علاش ما تدخلوش الجزائر وتقدموا طلب باعتماد وتمارسوا السياسه في اطار القانون كما اغلبيه الاحزاب المعتمده؟ شوف يا رشيد خويا، انا بنت الجزائر وماني مسحقه، ماني مسحقه من رشيد خويا، انا مسحقه غير ولاد الجزائر يخدموا والشبيبه تخدم وتتقدم. انا ماني سياسيه، ماني تاع سياسه، بصح خليوها للرجال اللي يديروا السياسه ويعرفوا قاريين وفاهمين ومثقفين، خليوها للمثقفين وخليوها عندنا رجال وعندنا نساء مثقفين عليا. انا لا شيء قدامكم رشيد خويا. وهذه المغاربيه تاعنا وقناه الشعب ونهضروا فيها وعرفنا بها بعضانا، وعرفنا بها الدوني والحاير، عرفنا بها للي لينا واللي خاطينا. هذه المغاربيه ما تظلموهاش، يا اللي يظلم اللي راكم تقولوا هذه قناه اسامه. وما عليهش قناه اسامه ولا قناه عباسي مدني ربي يرحمه، عباسي مدني ربي يرحمه حقرتوه هو الاول وسبيتوه هو الاول وشتمتوه هو الاول، وكلا السجن مسكين نشبع السجن مسكين، عباسي مداني كرف من السجن مسكين شبع منه السجن هو وليداته. لو كان جا صح دار كيفكم وسرق كيفكم، لو كان مسكين ما هجرتوه. للي راكم تقولوا عباس وتتحلفوا في، لا تتحلفوا في المغاربيه، المغاربيه قامت الشعب وهذه هي اللي عرفنا بها بعضنا. وكثر خيركم يا رشيد خويا، ما راكم تقدموا انتيا وامثالك، نزيد لكم ونقول لكم كثر خيركم، وهذا واجب صح علينا وعليكم. وهذه هي القناه اللي عرفنا، احنا كنا نتفرجوا ثاني القناه الشروق والقناه النهار. قناه الشروق كان فيها هذاك النوي ينعت لنا الخرايب، وكنا عتلنا في هذيك قناه الشروق، علاه ما قلتوش عليها؟ قناه الشروق اخي تروح للزواوله مساكن تفيلميهم ودير لهم، علاش ما عاونتهمش؟ حنايا عندنا الطايفي هذاك راحت ليه مسكين، هو يهدر على نيته ونصرت به كلش، راحوا مسكين داروه في الحبس ولا قتلوا هذاك الشاب هذاك الطايفي هذاك مسكين هذاك تاعنا. مايدي 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 السلام، ايه عبد السلام مسكين، راحوا ليه هو هدر على نيته مسكين، خشوه للحبس وقتلوه مسكين، وخلوا باباه وحداني وخلوا يعني هو مسكين هدر على نيته. تروح يا الشروق، شفنا فيكم سبيطارات ثاني نعتنا كلش، علاه ما قلتوش عليها؟ لا تنعتنا تجيب لنا في هذوك، وهذاك الدحدح اللي راهم هذاك الدحدح الاخر هذاك اللي جابوه. تعرف رشيد خويا احنا في سطيف عندنا الحمامات تاع الشرش تاع المعدنية، والله تكون خرجهم من تحت الشرشاره، كان في الحمام شهر هو ضربها. هذاك صح كان في الجبل، لا كان في الجبل ما لا كان عنده قصر،
مالا كان في القصر ورحتوا لي كل خطرة تكذبوا علينا وحركتوا الجزائر كاملة يا ربي سيدي، حركتوا الطفيل المسيكين درتوا درتوا له خطة ودرتوا تعملوا في الخطط، بصح ما تنجحوش في الخطط. احنا يا شوف ورانا في فرنسا ورانا في 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 كل في كل اوروبيا رانا واقفين ومازلنا نوقفوا، غير لا طحتوا وغير لا خرجتوا علينا وغير لا خرجتوا وخرجتوا من الجزائر ولازم تخليوها وتقلبوا لها خيراتها لولادها ولما ليها. والسلام عليكم يا رب. وعليكم السلام، شكرا على مرورك اخت زهيره والتفاعل معنا. معنا مصطفى من وهران، تفضل اخ مصطفى. اخ مصطفى، فقدنا اخ مصطفى. اعزائي المشاهدين، وصلنا الى نهايه هذا العدد من برنامج بصراحه، ولم يبقى لي الا نشكركم على حسن المتابعه والتفاعل. كان معكم رشيد عوين، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.